نحن رأينا من خلال هذا النظام الجديد أن نخرج عن التقليد، أن نخفف العبء على الأسرة الفلسطينية والطالب الفلسطيني، وأن نبحث عن شخصية الطالب، لأنه الامتحان التحريري لا يمكن الارتهان إليه، ولا يمكن أن يقرن مصير الطالب فقط بهذا الامتحان التحريري. لا نريد أن نمس جودة التعليم، ولكن نريد أن نوقف هذا النزيف المعنوي الذي شكله التقليد في عالم التوجيه، وهذا الضغط الذي شكله أيضا على الأسرة الفلسطينية برمتها، وحالة انعدام الخصوصية حتى في نشر العلامات. كل هذه المفاهيم نريد أن ننتهي منها، وأن نركز على الطالب الذي بالنسبة لنا هو محور العملية التعليمية، ونريد أن يمتلك الكفايات بأريحية وفي جو فيه نوع من التنافسية والإبداع والمثابرة، وأيضا عكس هذه الشخصية التي من الموجب أن يكون هناك فيها قيادة، يكون فيها ابتكار، يكون فيها إقدام على التعليم وليس إحجام. نحن ضد أن يكره طلبتنا مدارسهم، ضد أن يكون التعليم تلقيني، ومع أن يكون التعليم مبني على الحب، حب المعرفة وحب الاطلاع.